كلمتي نخفاف مع حمزة. أصبحكم بالخير، نهاركم زين. توقف على المقارنة، توقف على مقارنة روحك بالأخرين. الناس الكل في رحلتهم الخاصة المعبية بالمزالق والنجاحات الكبيرة والصغيرة، لا مجال للمقارنة. كل شخص فريد من نوعه وفي نفس الوقت غير مهم بالأساس. توقف على المثالية، الحياة ما تقربش للدقة والمثالية، بل الفوضى بعينها وفيها يتجلى جمالها. خاطر الفوضى هي مصدر إبداعنا، ومهما صنعت من الدقة تحف تأسر تحت الفوضى. ما تفكرش في اللي يعتقدوه الاخرين عليك، ما عادش تسمع لحد يحدد لك طريقك ولا حياتك. مهما عرفوا عليك، كان الباهي اقبلوا منهم، وكان خايب تجاهلوا ولا ابعد. توقف على اهدار صحتك، الصحة هي الثروة، هي كل شيء عندك. تعرف وقتاش تفهم هذا؟ وقت ركبتك تعمل في أصوات غريبة وتحس معنى التقدم في العمر. وقتها تعرف قديه عندك حظ وقديه كنت في حالة جيدة. ما تنساش تلهي بصحتك النفسية والعقلية على قد ما تلهي بدنك. ما عادش تكذب على روحك. غالبا الناس اللي تكون صادقة مع الآخرين هما اللي يكذبوا على رواحهم. قاعدين يتغذوا بكل أنواع الخيال، كيما ما همش ذكيين بما فيه الكفاية وما همش جذابين بما يكفي، لدرجة ساعات يحسوا إنهم فاشلين. الناس اللي يكذبوا على رواحهم يعاملوا في الحقيقة كيما الخيال. غير حديثك الذاتي من عبارات كيما لازم نكون، كيما ندادي، توا خاطر كذا، عندهم كذا، ونشحين في كذا. تعلقت ببرشة دروس باش نبني عليها وناخذ قرارات. استند على ندمك واستخدم دروس الماضي لتحسين حياتك. توا يمكن الندم يدزك توا القدام ويخليك توا تكون أكثر حكمة ويعاونك باش تتعاطف مع الآخرين. الندم يعطينا برشة دروس مفيدة باش نبنيو عليها. استخدم الندم كنقطة لبداية مستقبل أفضل. كلمتين خفاف مع حمزة.